عندي هسه بروبلم تسعة. بروبلم تسعة حكى لي فيه ثلاث أجسام ايدنتيكال، يعني ثلاث أجسامهم كتلتهم متساوية، كتلتها 9 كيلو جرام. حكى لي سرعتهم، حكى لي في اي بتساوي في اي جي هات، يعني الكي هات والاي هات صفر. طيب الفي بي شو تساوي؟ في بي اي هات، يعني الجي هات والكي هات صفر، والفي سي تساوي ايش؟ في سي كي هات. هسه لو ما اعطانيش اياهم زي هيك، يعني حكالي اذا اف ذا اكس كومبوننت اوف في سي تساوي كذا، وهذلاك ما جابش سيرتهم بيكونوش صفر، بيكونوا لا واي واكس مثلا، بس لما جاب لي اياهم بشكل صريح زي هيك راح يكون لهم هذلاك صفار. فهسه حكالي اذا الاتش او بيساوي سالب 1.8 كي هات، حكالي اوجد الفيلوسيتي، حكالي اوجد الانجلر مومنتم اباوت جي، يعني في عندي اتش اي واتش جي. فشو بدي اعمل هسه؟ راح اقول له اتش او، طبعا هي القوانين نكتبها بشكل ثابت ومشان ناخذ علامات لها، ار كروس ام في، ما تنساش الفكتورز على الفي وال ار. طيب انا عندي انجلر مومنتم لكم جسم ثلاث اجسام، فراح يكون عندي حل ثلاث مصفوفات. كم الانجلر مومنتم اعطاني اياه؟ سالب 1.8 كي هات. طيب شو بده يساوي؟ ار كروس ام في، فراح اطلع ار ل اي وار ل بي وار ل سي، بنروح على جنب، نقول له روح هون مثلا ار اي شو بدها تساوي؟ ار اي بنروح على الجسم اي، هاي الجسم اي، شو في عندي انا؟ هذا محور زد وهذا اكس وهذا واي. على اكس زي لسه تكون طلع الاحداثيات، على اكس صفر وعلى واي صفر وعلى زد 0.9، فراح تكون ار اي صفر اي هات زائد صفر جي هات زائد 0.9 كي هات. فراح اروح على مصفوفي انا، هاي بالنسبة للجسم اي عندي 9، يكون اي هات سالب جي هات كي هات، في عندي 0.0.9، بضل الفيلوسيتي، حكى لي في اي في اي جي هات، وجاب لي ست ثانيات لا 0.0 في اي، المصفوفة الأولى، روح زائد 9 في اي هات جي هات كي هات. طيب وين الجسم بي؟ هاي الجسم بي على محور اكس ماشي 0.6، هاي كلها لبي 0.6، فبنروح نقول له ار بي تساوي 0.6 اي هات. طيب كمان عندي مرتفع، مرتفع كم؟ 0.6 زائد 0.6 جي هات، وكم على كي؟ على الزد 0.9 زائد 0.9 كي هات، فنحط له هون 0.6 0.6 0.9، وكمل الفيلوسيتي حكى لي في بي في بي اي هات والباقي صفار. طيب زائد مصفوفه ثالثه، نروح على الجسم سي 9 اي هات سالب جي هات كي هات. شو عندي سي؟ سي ماشي لاكس 3 بالعشرة 3 بالعشرة، ولواي ولواي ماشي 1.2، ولزد صفر، والفيلوسيتي حكالي في سي كي هات 0.0 في سي. طيب شو صار عندي؟ هسه بنوجد المحددة لهاي المصفوفة، بنغطي صف وعمود، يعني بنوجدها، وشو بصير عندي؟ راح صار عندي المعادلة اي هات وجي هات وكي هات. فشو بنعمل احنا؟ شو بنعمل احنا؟ بناخذ كل كومبوننت لحال، اكس كومبوننت لحال، واي كومبوننت لحال، زد كومبوننت لحال، فبناخذ الاي لحال والجي لحال والكي لحال. فشو عندي انا؟ هسه بدي احسبهم تقعد ساعة مثلا، فبروح على المانيوال، المانيوال ار اي 0.9 كي هات زي ما حكيت، وهي 0.6 6.9، وهي 0.3 و1.2 زي ما حطيتهم على المصفوفات، دخلتهم زي هيك. طبعا هو بضرب التسعة بالام، بس انا عادي اضربهم برا مش مشكلة، يعني مش راح يأثر على الجواب، يعني لو حطيت التسعة هون او حطيتها برا ما هو بصفي ضرب. فصف عندي بعد الحساب سالب 1.8 شو بساوي؟ هاي اي هات وهاي اي هات وكذا بتجمعهم سوا بصفي معك اي هات جي هات كي هات. شو بتعمل انت؟ بتقسمهم ل اي هات لحال جي هات لحال وكي هات لحال، بيطلع معك في اي في بي وفي سي. طيب هسا الفرع الثاني طلب مني الانجلر مومنتم اباوت جي، راح اعمل له هسا فيديو لحاله لانه ما ضلش وقت طويل الفيديو.